بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بوضاد عن مجموعة السهام، أنا وعن زملائي في المجموعة باش نقدم التهاني أولا لجماعة عين شقف على هذا المهرجان الناجح بكل المقاييس. ومجموعة السهام هذه أكثر من سنتين ما حضرتش الفاس، ولكن اليوم كانت المناسبة جميلة، كان لقاء أجمل والمناسبة أجمل، هي الاحتفالات بعيد العرش المجيد. وحنا كمجموعة السهام راه الإشارة دائما حاضرين في المشهد الثقافي، وكنتمنى أن اللقاءات ديالنا تجدد مدينة فاس إن شاء الله. شكرا لكم.